بس برضو احنا ما جبناش اسم بالسي في ده قبل كده. يا سلام يعني كان بقى لا انا هو انا برضو اللي قاله كريم ده انا في جزء بتفق معاه وجزء أيوة. بختلف معاه. أوكي. الجزء اللي بتفق معاه طبعا دور المساعدين، وانا هنا كمان بصراحه يعني انا محترم ان ممكن يكون كروش كان طلب من المساعدين في فتره ما ان هم ما يتكلموش في الاعلام، لكن الفتره دي محتاجه ان المساعدين هم اللي يطلعوا يتكلموا في الاعلام مش كروش، لان كروش المفترض ان هو ابتدى خلاص بدايه من النهارده هيتكلم في الاعلام، لا مش ده خالص المفروض، المفروض ان المساعدين يطلعوا يوضحوا لنا احنا افكار الراجل وليه هم مقتنعين باستمرارهم في الجهاز الفني لحد دلوقتي. طب خاصه افرض لو هم نفسهم مش مقتنعين باللي بيعمله الراجل، هتلاقي احتراما ليهم يقدموا استقالتهم. طبعا انا ليه بقول كده، لان هم مكملين، فمعنى ان انت مكمل ان انت موافق. امير همشي معاك واحده واحده. ما هو دلوقتي خلينا منطقيين قوي، يعني بلاش منطقيين، خلينا واقعيين. الواقع بيقول ايه؟ ان انت لما تبقى موجود في جهاز منتخب مصر الاول يساعدك يا هناك، وكل واحد بيمسك في المنصب. صح ولا غلط؟ ما هو ده غلط. ليه غلط؟ لا لان لو لا قدر الله المركب غرقت ايه اللي هيحصل؟ اصل بص المواقف دي احنا عشناها مع مدربين سابقين، وبيطلع بعد كده المساعدين بس بعد ما بيمشوا يقولوا والله ده انا كنت معترض. يعني مثلا كلنا فاكرين تصريحات كابتن هاني رمزي بعد رحيل خفير اجاب. كابتن طارق مصطفى طلع معايا اكتر من مره وقال انا كنت مختلف مع الكابتن حسام البدري على طول. بالظبط، رغم ان كابتن حسام البدري لما هنيجي بقى نقيم التجربه لا خلاص، ما هي ايه المختلف دلوقتي عن فتره كابتن حسام البدري؟ كابتن حسام البدري مشي علشان الاداء، احنا دلوقتي ولا اداء ولا نتائج. فدي النقطه الاولانيه، لا لازم المساعدين طالما انت موجود ولحد دلوقتي مكمل فانت موافق، يبقى اتفضل سيادتك اطلع وضح للاعلام وللجمهور ايه هي افكار الراجل اللي بيخليه يلعب بلاعبين في غير مركزهم. هل ده بسبب يعني عدم فهم للاعبين ولا بسبب ان دي خطط الراجل؟ دي النقطه الاولانيه. النقطه الثانيه، المساعدين دول عندهم رصيد كبير جدا من الثقه عند الجمهور، فيمكن ينجحوا في ان هم يدوا من ثقتهم في ثقة الراجل، ان الراجل خلاص فقد كل رصيد الثقة. فالنهاردة لما يبقى اللي بيكلمك وائل جمعة او كابتن ضياء السيد او كابتن عصام الحضري او كابتن محمد شوقي كلهم اسماء عندهم رصيد ثقة بيه. صح، دي النقطة الاولانية. النقطة التانية اللي انا بختلف فيها بقى مع كريم هي ان المدرب الاجنبي بيجي مش عارف. لا ده مدرب الاندية، يعني ده مدرب النادي طبعا بيجي مش عارف، انما مدرب المنتخب هو مش بيجيب لعيبة يجربهم، هو عنده طريقة لعب فبيتفرج على ماتشات الدوري او بيتابع المحترفين فبيختار الانسب ليه. هو التجربه بقى، يعني فكره ان انت جايب مثلا محمد صلاح وهو احسن وينج يمين في العالم فبتلعبه في مركز غير مركزه، او جايب محمود تريزيجيه وهو بيلعب وينج شمال فبتحطه في مركز، دي بقى هي دي بقى المشكله. لا دي ما اقدرش اقول انها عدم معرفه. انا اكيد ما يعرفش، اكيد مش عارف صلاح. امال هو ضمه على اي اساس؟ لا اكيد مش عارف صلاح او مركز صلاح بس حتى كمان يعني بقول مثلا يعني النهارده هو لما ما ضمش قفشه كلنا قلنا ايه؟ ان الراجل بيلعب 4-3-3 والخطه بتاعته ما فيهاش صانع العاب فمنطقي. لكن النهارده لما تضم لاعب مثلا رقم 8 وتلعبه وينج وتضم مهاجم وتلعبه وينج، معه يبقى انت اتفرجت على ايه؟ او انت شايف تقييمه ده بناء على ايه؟ انت ماشي محمد صلاح بيلعب مع ليفربول، طب ما مصطفى محمد بيلعب مع جلطة السراي، ما بيلعبش مع نادي صغير. اللعيبه بتاعت الاهلي والزمالك دي ما هي بتلعب مع انديه كبيره. عمر مرموش ما هو بيلعب في الدوري الالماني. فالحقيقه ان دي بقى دي اللي انا استغربها، انت كده مش فكره بقى ان انت مش عارف او مستني المساعد يجي يقول لك الحق ده محمد صلاح ده بيلعب ازاي يعني. فانت فلا دي بصراحه بشوف ان دي مدرب النادي مش مدرب المنتخب. صحيح.